ارتفاع الاسعار كان مرتقب، وانا درت برامج من قبل يعني 4 شهور هذه ولا 5 شهور، وكنت كنقول بانه راه غيكون ارتفاع هذه السنه، لان ارتفاع ديال الاثمنه مرتقب. الاسباب هو يعني كاين ارتفاع ديال الاثمنه ديال الاعلاف. هذه السنه الاعلاف عرفت واحد المستوى، يعني اعلاف، لان الاعلاف كلها كنستوردوها، يعني كلها كتجي من برا. هذه الاعلاف اللي كنستوردو كاين ارتفاع ديالها على الصعيد العالمي، دخلات الاثمنه اللي مرتفعه، اللي وصلت الاثمنه ديالها حاليا لواحد 5 دراهم و50 الكيلو الواحد. اذا هنا السنه الماضيه كان العلف ب 3 دراهم 3 دراهم و20 حتى 3 دراهم ونص، يعني تزاد تقريبا الضعف، يعني الدوبل. يعني هذا الحولي اللي كان كياكل 12 دراهم راه ولا كياكل حاليا 17 درهم او لا 15 درهم. 15 درهم الا ضربناها في 30 يوم راه تقريبا غتعطينا واحد 450 درهم حتى 500 درهم اللي كياكل الحولي في النهار. يعني 500 درهم هذا الحولي الا برك غير 5 شهور راه 50000 ريال، فين هو الثمن ديالو هو؟ اذا هاد الاثمنه راه كان يعني الحولي شي تقام على الكسب ب 2500 درهم. هذا الا برك عندك 5 شهور، الا برك عندك عام راه غادي تقام بواحد 6000 ولا 5000 درهم. يعني راه هاد الاثمنه اللي كنشوفوا راه ماشي جات يعني من فراغ، راه كاين تضخم عالمي، كارتفاع ديال الاثمنه الاعلاف عالميا، ما كنقولش في المغرب، يعني راه جميع الدول، هاد الدول اللي كنستوردوا منها حنا الاغنام راه حتى هي عندها ارتفاع ديال الاثمنه ديال الاعلاف. اذا حنا كان من المرتقب باش تزاد واحد 5 ولا واحد 10 درهم، وهي بتزادت، يعني الامور غاديه مزيان، غاديه عاديه. الاثمنه فعلا الله يحسن العون ديال المواطن، ما غاديش نقول بان راه جميع المواطنين عندهم امكانيات باش يشريوا الحولي بهذه الاثمنه، ولكن الدوله قادت واحد المجهود جبار، او الحكومه او حتى وزاره الفلاحه، المجهود ديال يعني فتح باب ديال الاستيراد مع الغاء الرسوم الجمركيه والغاء التيبيه او الضريبه على القيمه المضافه، ومع زياده ديال واحد الدعم ديال 500 درهم. الدعم ديال 500 درهم اللي زادت الوزاره او اللي دارت الوزاره راه ما دارتوش من اجل المستورد او من اجل عيون المستورد، راه دارته للمواطن. هذا المواطن هو اللي غيستافد من هذا الدعم، لان الاثمنه باش كيتباع بها هذا الخروف المستورد راه ماشي هو هذا الثمن ديالها اللي خصو يكون، خصو يكون يعني موازي للثمن، راه كيطيح الثمن تقريبا باش كيطيح الحولي ديال البلاد. ولكن نظرا لهذيك 500 درهم راه الاثمنه هبطات ديال هذا المستورد اللي كتوصل ما بين 52 او ما بين 50 درهم حتى 56 57 درهم، بينما الاثمنه ديال الحولي ديال البلاد او المحلي راه كتبدا من 65 درهم حتى 70 درهم. نتوما خديتوا الدعم هذا اللي حضرته الحكومه؟ مازال ما كاينش الدعم، الدعم هو عندنا تعلي. حنا الان حنا مشينا في البرنامج الحكومي، وحنا راه مع المواطن باش حتى حنايا نحاولوا نخلقوا واحد التوازن في السوق، نحاولوا نخلقوا واحد، نخليوا استقرار في الاثمنه ما نخليوهاش ترتفع. هادشي علاش حتى حنايا قمنا بهذه العمليه، والدعم راه غيجي من بعد. يعني شنو المعايير ديال الاستفاده ديال الدعم؟ حيت كاين اللي تيقول بانه الكسابه كبار هما اللي يستافدوا من الدعم، حين انه كسابه صغار ما استافدوش. شوف الباب مفتوح للجميع، اي واحد عنده شركه ديالو وعنده فيها الاستيراد وخاصه في المواشي راه عنده الحق يجيب، راه قانونا ما كاينش اللي غيمنعو باش يجيب هاد الحول، هاد الدعم يعني داخل فيه، او هاد الاستيراد داخل فيه الجميع، لا المتوسط ولا الصغير ولا الكبير. يعني الكبير يعني يلاه جاب واحد 30% و 70% جابها المتوسط، والصغير هو اللي جاب هاد الاغنام اللي داخل المغرب. اذا راه كلشي عنده الحق يستافد، راه الباب ما مسدود على حتى شي واحد باش نبقاو حنا نقولوا لا راه هاد الدعم مشى لواحد الفئه واحد الفئه، لا راه الباب مفتوح للجميع. اللي قال العصيده بارده يجي يدير يدو فيها، حنا مستعدين نتعاونوا معاه. واي واحد قال لنا العصيده سخونه سيدي محمد، اي واحد